في إنجيل يوحنا أصح 16 عدد 23 و24: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً، الحق الحق أقول لكم، إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً. الحقيقة من أجمل المواعيد عن الصلاة المستجابة هذا الوعد، وكلنا عندنا رغبة أن صلواتنا تستجاب، والآب السماوي هو نفسه عايز يسمع طلباتنا، بس في شروط لازم ناخد بالنا منها. أول شيء، المسيح بيقول الحق الحق أقول لكم، وعايز أقف عند كلمة الحق الحق. كررها المسيح مرات كتيرة في إنجيل يوحنا، وسبق بيها كل تصريح هام وخطير ويستدعي مننا انتباه خاص. عشان كده كأنه عايز يقول لنا قبل ما تبتدوا تطلبوا، أنا عايزكم انتبهوا، انتبهوا لأني بقول كلام خاص وكلام هام جدا، عايزكم وانتم بتقروه تصدقوه. ايه قيمة ان انا اقرأ وعد عن الصلاة المستجابة واعدي عليه مجرد تعدية، لكن انا عايز اصدقه. الحق الحق اقول لكم، عايز تقول ايه يا رب؟ ان كل ما طلبتم من الاب باسمي. وهنا في شرطين. الشرط الاولاني اننا نطلب من الاب، نطلب من الآب. هو يعني في ناس بتطلب من حد غير الآب؟ في ربما حد من أحبائي المشاهدين ما يكونش واخد باله من الموضوع ده، ولما بيحب طلبة بيطلبها من شخص، من مصدر آخر غير الآب السماوي. لكن المسيح هنا واضح جدا، إحنا هنطلب من الآب السماوي. المصدر الوحيد لإجابة كل طلبة حقيقية وإجابة صحيحة هو الآب السماوي.